الابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعيا النبي بركاته علينا امين الاصحاح 49 ابتداء من الايه 13. ترنمي ايتها السماوات وابتهجي ايتها الارض لتشد الجبال بالترنم، لان الرب قد عز شعبه وعلى بائسيه يترحم. وقال صهيون: قد تركني الرب وسيدي نسيني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك، وزع على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. موضوعنا النهاردة موضوع حلو ومفرح. أنا بحب المواضيع اللي فيها نغمة الفرح، لأن ربنا يعني جاي مخصوص يفرح قلبنا. وهو إيه سر قوة ذهبي الفم؟ الحقيقة سر قوته حاجات كتير. أقدر أقول أول حاجة سر قوته فيها إدراكه لأبوة الله. ولذلك لما طلب مني أن أتكلم عن أبوة الله، حسيت أن أحلى حاجة أجمع أقوال ذهبي الفم وأشوف إزاي كان عايش أو نظرته في أبوة الله لي. ذهبي الفم كان يعشق ربنا، بمعنى كلمة يعشق يعني ما فيش حاجة تشغله أينما وجد تحت كل الظروف غير ربنا. حاسس ربنا ده بتاعه، ملكه. عارف زي لما طفل صغير ويتشعبط في مامته، ولو طفل تاني جه يمسك فيها يتنرفز ويتضايق، طبعا مع الفارق. ذهبي الفم كان حاسس ربنا ده بتاعه، فكان بيدرك فالله الآب الأبوة، ويدرك في المسيح المخلص، ويرى في الروح القدس القائد الحي الساكن جوه أعماقه اللي يقدس كيانه يجعل منه هيكل الله. النهاردة هكتفي بالحديث عن نظرة ذهبي الفم الرائعة في أبوة الله. في أبوة الله، أول ملاحظة في حياته بالنسبة لأبوة الله إن بيتعامل مع ربنا مش بالرسميات، مش بالشكليات. ودي حتة من أصعب ما يمكن في حياة الكثيرين. يقول لك أنا جاي أيام الامتحانات أبتدي أحضر الكنيسة، أو ما أقدرش أبتدي أذاكر غير لما أقرأ أصحاح من الإنجيل، أو لما أصحى الصبح ما أقدرش حتى أغسل وشي غير لما أقف أكلم ربنا. حلو، لكن ما تتحولش إلى روتين أو واجب أنا ملتزم به. ده يبقى الإكسبريشن، التعبير عن الحب الداخلي الفائق الموجود في أعماق القلب. ذهبي الفم في علاقاته مع ربنا، لما ندرس سواء سيرته أو كتاباته نلاقيه يشعر كده. قعدت أقول مع نفسي، أقولها ولا بلاش، الابن المدلل عند بابا. حاسس كده ربنا واخده في حضنه، بقول له ما فيش في الدنيا غيرك. ايه رايكم في الحكايه دي؟ يعني تخيل كده ربنا جاي يقول لك ايه، انت اغلى واحد عندي. هو ده احساسه الداخلي. والعجيب في هذا الاحساس انه هو جوه حضن ربنا يقول له هات كل الباقي، كل البشريه تبقى في حضنك، ولما هم يبقى في حضنك يبقى انا في حضنك. عكس ايه؟ عكس المشاعر الإنسانية. المشاعر الإنسانية لو أنا، دي كتير بتجيني في الاعترافات، يقول لك إيه، خاصة وسط البنات لا مؤاخذة يعني أو الشابات، تقول لك عندي صديقة بعزها قوي قوي وفيري انتمت معاها، لكن أول ما واحدة تانية تاخد مكاني تحصل لي حالة عصبية، مش طايقة إنها تتعامل مع حد تاني. ده الحب البشري الإيه؟
اللي يحمل جواه أنانية. ذهبي الفم ده الحب الإلهي، الأبوة بتاعت ربنا، أبوة خاصة بيه، هو الابن المدلل، لكن كل ما البشرية تدخل معاه يحس كأنه هو اللي دخل أكتر. يعني زي بولس الرسول يقول: من يضعف وأنا لا أضعف؟ مين يتألم وأنا ما أتألمش؟ حاسس كل اللي لو واحد مقيد كأني أنا المقيد. فذهبي الفم كان عنده الإحساس ده إنه كل البشرية تتمتع باللي هو بيتمتع بيه. في أبوة ربنا الواحد يجي متكي على صدر ربنا ويدخل جوه حضنه ويقول لك: سيب بقى كل حاجة في إيدين ربنا. شوف يقول إيه هنا: توجد تعزية. إن كان الله أبانا فهو يهتم بنا كأبناء لي، يبقى ناقصني إيه؟ كما يقول المسيح: أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا أيعطيه حجرا؟ متى الأصحاح السابع الآية 9. يعني أنا أدخل جوه حضن ربنا وأقول له: مشي الأمور زي ما أنت عايز. إذا كان الأب البشري مش ممكن لو ابنه قال له: نفسي أكل لقمة، يروح يجيب له حتة حجراية. أمال الأب السماوي بشكله إيه؟ فأول حاجة في بنوتنا ربنا تديك سلام، حاسس مين يهتم بيا، مين بيحصي حتى عدد شعر راسي غير إلهي القادر إنه يدخل جوايا. هو يقدر يقدس فمي ويقدر يقدس عواطفي وممكن ويهتم بشعر راسي ويهتم بحياتي، يهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياتي. الحتة الجميلة فيه إيه؟ إحساس ذهبي الفم كابن ربنا مش مجرد أهو اتعمدت بيت ابن ربنا، اتعمدت فأخدت سلطان. ومش أخدت سلطان ده، أنا دخلت وداخل معايا إيه؟ من كل الأصناف، وأتمنى يدخل معايا كل البشرية. شوف العبارة اللي يقولها إيه: إن سألت وما الذي ناله أولئك الذين قبلوا المسيح إلا خدوه اللي آمنوا بالسيد المسيح. يقول يوحنا البشير: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا إيه؟ أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله. ويصف البشير تلك العطايا الصالحة الذين قبلوا المسيح وبينها بألفاظ قليلة. وبعدين يقول إيه؟ إن كانوا عبيد أو أحرارا، إن كانوا وثنيين، إن كانوا حكماء أو غير حكماء، إن كانوا نساء أو صبيانا أو شيوخا، أغنياء أو فقراء أو رؤساء أو من عامة الشعب، كلهم قد تأهلوا لكرامة بعينها. فما الذي يكون معادلا لهذا التعطف على الناس؟ يعني النهاردة أقعد كده جوه الكنيسة، الغني زي الفقير، والست زي الراجل، والشيخ الكبير زي البيبي الصغير، فيها ايه؟ ما فيش الشعور الموجود في المجتمع الخارجي سواء في الشرق او في الغرب. الاحساس فيه طبقه هاي ستاندرد قوي. لك مره كده اذكر تسوني ميري، كان في المنطقه اللي بنصلي فيها في منطقه فقيره قوي، فبتقول لواحدة: ست ما شفتكش في العشية. فقلت لها إيه؟ قلت لها كلمة صعبة. قلت لها: أصل الحقيقة هما كنيستين في المنطقة. قالت لها: تسوني ما يهمش، أنا ما عنديش اللبس اللي يلائم الكنيسة دي، لأن دي كنيسة الناس الإيه؟ الأغنية. قلت لها: أغنية إيه؟ قلت لها: بنروح الكنيسة التانية عشان دي بتاعت الناس الإيه؟ اللي على قد الحال زينا. حتة صعبة قوي. فقلت لها: ما عندناش يا بابا أغنية وفقراء، ولبسك شيك وزي الفل، والمسيح عايز اللبس اللي جوه مش اللي بره. وبالفعل تعمدت، أخدت كل الزيارات كلها على المنطقة الفقيرة، وكل واحد يقول للتاني: أبونا جاني، أبونا جاني. بصينا لقينا في العشية كل الناس اللي كانوا خايفين يدخلوا الكنيسة حيث إن دي كنيسته. السماء كده، لا مش السماء، حضن ربنا كده. ما فيش إيه ده للأغنية ولا للفقراء، للكهنة ولا للعلمانيين، للرهبان ولا للمجوزين،
الباب مفتوح على الكل، وكل واحد يدخل ويفرح بين الباقيين داخلين معه. مش يقول لا أنا أدخل بشرط ما يدخلوش غير الفئة معينة، لا، اللي فرح قلبنا إن أبوة ربنا لذيذة ومفرحة، خلت كل البشرية يبقوا أعضاء لبعضهم البعض زي ما بيقول بولس الرسول. حاسس ده كأنه عيني، وده كأنه جزء من جوه قلبي، وده جزء من إيدي. أنا حاسس كده كلنا أعضاء في الجسد الواحد، إن تألم عضو تتألم معاه الأعضاء الأخرى، وإذا كرم عضو تفرح معاه بقية الأعضاء. ذهبي الفم كان شغلته باستمرار الحقيقة، يمكن أنا بكررها ويمكن ناس كتير تقول لك أبونا يعني بكررها كتير، ما يشغل ذهن ذهبي الفم باستمرار الحتة الإيجابية المفرحة. يعني يقول إيه؟ يقول المسيح حول الأرض السماء كلها زي ما سمعنا دلوقتي، بيشيد ويطلب من السماء والأرض والجبال والتلال، وكل البشرية تتهلل وتترنم من أجل مراحم ربنا. ذهبي الفم كان دايما شاعر أن ربنا حول البشرية إلى ملائكة. ما يجيش ملاك يقول لي ملاك لا أنا أحسن منك، كل الملائكة بحبوا بعض، كل الملائكة بيكرموا بعض، كل الملائكة شعرة أنها أمام رب واحد، إله واحد، سماء واحدة، مجد واحد، حتى ولو في بيت أبي منازل كثيرة، لكن كل واحد حاسس أنه لا ينقص شيء، وأن المجد اللي بياخده الآخر كأنه هو بياخده. الحتة اللي بيزعل منها ذهبي الفم، مش قادرين في أعماقنا ندرك هذه الأبوة الفائقة. شوف يقول إيه، يقول إن كان ابن الله قد صار ابن داود، فلا تشك إن ابن آدم اللي هو أنت أنك تصير ابن لله. يقول له مالك، مالك مش حاسس إن ربنا ده باباك؟ إذا كان ابن الله الوحيد الجنس صار ابن الإنسان، هل يصعب على الله إن ياخدك أنت ابن آدم ويخليك ابن لي؟ إن كان الله قد نزل أعماقا كهذه، وصل لغاية نبيء عبد، وصل لغاية نبيء على الصليب، نزل إلى آخر صفوف البشرية، فإنه لم يفعل هذا باطلا، إنما لكي يرفعنا في الأعالي. أحبائي، نفسي ما أتكلمش في بقية الموضوع، لكن نفسي حاجة واحدة، نفسي أحس أولادنا وبناتنا، مش هقول أولادنا وبناتنا، نفسي أحس أنا إن أنا مش عايش على الأرض، إلهي نزل لغاية الأعماق واخدني في حضنه وقال لي ممكن تعال اطلع معايا. ذهبي القديس أغسطينوس يقول إيه؟ يقول ربنا أخد قلبك وطلع بيه فوق، لأن العضو الوحيد حالياً اللي يقدر يطلع فوق، لكن لما يطلع هذا العضو فوق يجرجر بقية الأعضاء لفوق. قال له كده، رب أنا ليه خايف من عينيا؟ ليه خايف من وداني اللي بتسمع كلام فاضي؟ ليه خايف من جسدي كما لو كان مقرف؟ قلبي في إيديك طلع السماء، وحيث يوجد القلب حتما بقية الأعضاء تطلع معاه في يوم من الأيام. فنفسنا في بنوتنا ربنا نشعر إن احنا موجودين في الأعالي. هو ولد بالجسد لكي تولد أنت ثانية حسب الروح. هو ولد من امرأة، ليه؟ قال لكي تصير أنت ابنا لله. عايز أقول لك كده، نفسي من قلبي أقولها لك، يعني كونجراتوليشن، عايز أقول لك مبروك. دايما قولها لنفسك، قول لنفسك كده قد إيه أنا ربي سعيد إن أنا ابنك. إيه ممكن ينزع سعادتي مني مهما كانت الظروف، مهما كانت الإمكانيات، مهما كانت المشاكل، مهما كانت مقاومة العالم؟ سر قوة القديس أثناسيوس لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم، أنا زائد ربنا أعظم من إيه؟ أنا ناقص العالم، صح؟
يعني واحدة من اثنين، أحط نفسي زائد إلهي اللي فاتح حضنه ليا وداخل جواه وأقول له من هنا أنا مش طالع. دي أعظم، ولا لو كل العالم كرمني واداني كل الخير واهتم بيا هيروح. فذهبي الفم يقول ايه؟ يقول انت ابن ربنا ووارث، وارث الله، ليك ميراث، ومش بس وارث ولكن وارثون وورث مع المسيح في رومية 8:17. انا لي ميراث كبير. عارف لما زمان الملوك كانوا يعملوا، الملوك الفراعنة يعملوا الأهرامات أو في الخارج يعملوا أقواس النصر، يقول لك عشان لما أموت القوس النصر ده ممكن يعيش 5000 سنة بعدي، كل الناس تتذكر النصرة اللي أنا عملتها لما دخلت البلد الفلانية. أنا القوس النصر بتاعي والهرم بتاعي إن أنا جوه حضن ربنا وارث الله ووارث مع المسيح. لأنكم جميعا أبناء الله، أفسس 3:26، كلكم قد اعتمدتم لبستم المسيح. شوف ذهبي الفم يعلق على دي وليه، حتى ظننا كده، ما دام المسيح هو ابن الله وانتوا قد لبستموه واقتنيتموه داخلكم وتشكلتم على مثاله وصرتوا قريبه بأخونا البكر وواحدا معه في طبيعته. ناقصك ايه؟ واحد اخذ المسيح ولبس المسيح في المعمودية، ولما لبس المسيح الاب قال له تعالى حبيبي انت فين؟ مكانك جوايا، لانك لبس المسيح، لان ده ابن الله الوحيد، ده ابني الواحد معايا في ذات الجوهر، من حقك دلوقتي تدخل تستريح جوايا. قد لبستم المسيح وايه؟ واقتنيتموه بيه بتاعي. يعني مش بقف كده بقول له يا رب عايز اجيلك، بقول له انت ملكي من حقي اجيلك. واقتنيتموه وتشكلتم على مثاله، زي ما بيقول يوحنا الحبيب نصير مثله، ومش بس تشكلنا على مثاله وايضا صرتم قرايبه. ايه ده؟ عارف لما واحد يقول لك انا ابن عمي مثلا عميد كلية كذا في فلادلفيا ولا مش عارف ايه، أنا رايح هناك هو يقدر يساعدني أدخل الجامعة ولا حاجة. أنا بقى قريبي مين؟ بي ربنا، بي باباي، يدخلني السماء ويديني كل الأسرار ويحوط حواليا ولا ينقصني شيء. ذهبي الفم لما يتكلم يكلمنا عن هذه الأبوة، إن ادتنا شركة مع ابن الله الوحيد، بينا شركة، فاتحين شركة مع بعض، حطينا حساباتنا على بعض، عيني على عينيه، فكره مع فكري، إمكانياتي مع إمكانياته، وإيه؟ بينا مخلطين على بعض. لما يجيني فكر وحش أقول الله ده أنا فيا المسيح، ده ما خافش من خطية، مش هترعب ولا تضايق، أقول له أنا ابنك، ومش بس ابنك يا رب، وأنا شريك ابنك الوحيد الجنس، ومن حقي إن هو يتصرف، هو المسؤول عني. أنا جوه حضن ربنا، ده اللي بيقوله ذهبي الفم، وسعادتي كل الناس تتلم وتبقى جوه حضن ربنا، وأنا بقيت ابن ربنا الساكن في السماء، وأصبحت لابس المسيح واقتنيته ليا وصرت على مثاله، وبين قرايب واصحاب لا ينقصني شيء. طب عايز ايه ذهبي الفم؟ قال بقينا في شركه مع بعض. علامه الشركه دي ايه؟ تعرف علامه الشركه دي ايه؟ تصور كده لو انت شريك مع واحد، فتحتوا شركه مثلا، واحد فتح شركه ب10 مليون دولار مثلا، وبعدين هو في المانيا وانت في مصر، ممكن تقعدوا سنتين ما تكلموش بعض، الشركه يقول لك تحب اجيب لك ايه من المانيا، تقول له طب تحب اصدر لك ايه من مصر، طيب ايه، وتدخل وتتكلم وما تملش من الكلام، لانه ده المكسب جاي لك زي ما هو جاي له، وهو سعيد انك تشتغل وانت سعيد ان هو بيشتغل،
والاثنين داخلين في شركه مع بعض. احنا عاملين شركه مع ربنا ولا مش عايزين تعملوا شركه مع ربنا؟ عشان كده لا نكف ان احنا نتكلم مع بعض. شوف يقول ايه، جمله كده سطر واحد بس جميل، يقول ايه؟ اني لن اكف عن الكلام مع الله، مش الكلام عن الله، لا عن الله دي بسيطه، لكن لن اكف عن الكلام ايه مع الله. لانني هل اتكلم مع انسان؟ اني اتكلم مع الله العارف باسرار قلبي الداخليه. احنا اصحاب مع بعض وشركة مع بعض، وعشان كده احنا ايه، احنا في شركة، في حوار مفتوح مستمر مع بعض. ذهبي الفم ايضا يرى ايه، يقول يا جماعة ربنا مش عايز اقول نفسه تعرف ايه حبه ليك. يكلمنا عن نفسه ان هو اب حلو خالص، ويتكلمنا عن نفسه ويقول لنا ايه، زي ما سمعنا دلوقتي في اشعياء 49، يقول هل تنسى الام رضيعها حتى لو نسيت انا لا انساكم. ده مش لا انساكم، ده انا نقشكم على كفي. تخيل كده لو واحده ست مثلا لها 30 سنه ولا 20 سنه ما جابتش عيال وربنا جاب لها عيل، فقالت راحت كده قالت اكتب اسم ابني على ايه، مش هنا على دراعي، هكتبه على كفي، كل ما اكل اشوف اسم ابني، كل ما اسلم على حد اشوف اسم ابني، ناقشه الاسم ايه، حط كده ايه، ما اعرفش هنا بيسموها ايه، بره يسموها تاتو، ما اعرفش هنا بيسموها ايه، تنوش الاسم على ايه، على الكف. ربنا حاطط اسمك كده على كفك، كل ما يتعامل يقول اه فلان ده مش ممكن انسى. ايه رايك في ربنا الحلو ده؟ ان نسيت الام رضيعها اللي بتديله من جسمها لبنها، اللي بتبقى سعيده ان هو واخدها على صدرها، اللي حتى لو حد يمكن كتير تتخانق هي وجوزها، هو عايز يعاكس في البيبي وهي عايزه تعاكس في البيبي، والشاطر اللي ياخد البيبي يحطه على صدره. ربنا بيحبك. ان نسيت الام رضيعها لا ينساك، اسمك منقوش على كف. ويكلمنا ذهبي الفم يقول مش بس الام، وايضا يكلمنا ان هو زي الاب وزي الام وزي العريس، مش الزوج، مش الزوج، في فرق بين العريس وبين الزوج. الزوج ممكن ايه يقول لك زهقنا بقى لينا 30 سنه متجوزين واحنا لسه يعني عيال صغيرين. المسيح بقى العريس اللي كانه دي اول مره يتقابل فيها مع العروس، بيحبك، وانت كانك لاول مره ايضا بتتقابل ايه، بتتقابل معاه. فبيكلمك ان هو الاب والام والعريس والكرام المهتم بالكرم بتاعه، عايز يقول لك والصديق اللي بيحب صديقه واصدقائه، لست ادعوكم عبيدا بل ايه، بل احباء. ايه رايك في حب ربنا؟ يقول ذهبي الفم عباره جميله، ان محبه الله تفوق أي عاطفة بشرية، حتى عاطفة الأمومة من نحو أبنائه. تقول لي بس أحيانا ربنا بيزنق علي ونسميه الغضب الإلهي، حتى لما بيزنق عليك لأن باباك اللي بيحبك. أقول لكم أحلى مثل يقوله مار يعقوب السروجي، زنق على مين؟ زنق على أهل بابل. أهل بابل عايزين يعملوا إيه؟ قال نعمل برج كبير يطلع لغاية السماء، طبعًا السماء بالنسبة ليهم على أيامهم هي السحاب، قال لك نطلع لغاية السحاب، عشان لو ربنا إيه زعل مننا ورجع لنا الفيضان تاني نطلع في البرج نبقى فوق ما يحصلناش. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ قام ربنا عمل إيه؟ قال أنا بحبهم. بس دول بيعكسوا فيك، قال بسيطة. أنا أديهم إيه؟ هديهم هدية من عندي. ايه الهدية؟ قال أأدبهم. ايه التأديب اللي تعمله؟ قال أخليهم كل عيلة ما تفهمش العيلة التانية، يعني الواحد يفهم مراته، يتكلم بنفس لغة مراته وعياله، لكن يجي يكلم واحد جاره يلاقي ده بيتكلم بلغة وده بلغة، يجي يشيله حجارة ده يقول له تعال نشيل الحجر ده، يفتكره بيقول له ابعد عني، يمشي يسيبه ويمشي، هم مش فاهمين بعض.
اتفشكلت الحكاية. وبعدين بقيت ايه؟ شوف حب ربنا، العيلة الواحدة بتتعامل حلو مع بعض، بتفهم بعض، او الأسرة الواحدة او العشيرة الواحدة بتتكلم مع بعض، لكن بدوا يبقوا عشاير، ده يطلع في الشرق وده يطلع في الغرب وده يطلع في الجنوب وده يطلع في الشمال، ايه في ايه؟ قال بقيت أمم وشعوب، بدل ما كانوا في بابل الصغننة دي اتفشكلوا، بس مش اتفشكلوا، ومالوا الأرض وبدوا يبقى شعوب وأمم كثيرة بلغات كثيرة. حتى التأديب كان لإيه؟ كان في أبوة، كان في خير. ربنا بيحبك حتى لما بيأدبك، ويمكن تصوت وتبكي وتصرخ وتقول له إيه المر اللي جايبهولي، وبعد 10 سنين تقول ياه إيه الخير، إيه الخير ده؟ أوكي. إيه الخير اللذيذ اللي أنت جايبه لي ده يا رب؟ صدقوني في مرات كثيرة أنا أذكر حاجة معينة مش هذكرها دلوقتي، حصلت معايا وأنا في الكلية، ما فهمتهاش غير بعد ما ترسمت كاهن بعدها ب3-4 سنين. قلت ياه كان ربنا بيوضب لي حاجة في الكهنوت وأنا طالب في الكلية، إداني خبرة كانت مرة وكانت سبب بركة في الاعترافات مع الآخرين. إذن يا أحبائي، هو أب حتى في التأديب بتاعه. يقول إيه؟ الله ليس فقط رحيماً ولكنه غني في الرحمة، وكما قيل ككثرة رحمتك التفت إلي. أدبني لكن في تأديبك إيه؟ لا تنساني لأنك رحيم. أنا هاخد آخر حاجة، إيه هي عطايا ربنا لينا؟ إيه أجمل حاجة تطلبها من ربنا؟ أقول لك أجمل عطية بحس بيها، أجمل عطية بيديها ربنا ليا وليك، إن إيه؟ إن يديك عطية الحب. عطية الحب، يقول ذهبي الفهمية إيه؟ الله الذي يحبنا كثيرا جدا يريد أن يكون محبوبا منا، مش لأنه محتاج للحب، لأن أنا محتاج أن أحبه. أنا طبيعتي كإنسان أحب، وأحب أن أنا أكون إيه؟ أحب. يعني لو كل الناس تحبيني لكن مش قادر أحبهم أبقى في سجن، ولو أنا أحب الناس ولكن ما لقيش حب أتعب. هو اللي متخافش، أنا بحبك، ويقول إيه؟ يحبنا كثيرا جدا، حروي لك كل عواطفك اللي جواك، وحرويها مش بس أحبك، وحأثير في داخلك الحب نحوي، فيبقى في ايه؟ mutual love، حب مشترك، سعيد ان انا بحبه ولانه احبني اولا. ايه رايكم في الهديه دي؟ هديه جميله. يكتب لارمله يقول لها ايه؟ يقول لها سوري، في بيكتب لسيده لارمله يقول لها لا تحب الرجل اللي مات، جوزك اللي مات، اوعي تحبيه أكثر من الرب فلا تترملين. يعني أنت أرملة عند الناس، جوزك مات، لا جوزك حي، المسيح جوزك وربنا جوزك، فإيه؟ لا تحبي زوجك حسب الجسد أكثر من حبك لربنا. لما تحبي ربنا ما واحد يقول لك أنت أرملة تقولي أرملة إيه؟ جوزك مات، تقول لك إزاي تقول الكلام ده؟ جوزي حي، إلهي حي، هو عريس نفسي اللي بيوضب لي المكان العرس في السماء. ذهبي الفم أول عطية تشغله أنه أعطاني أن يحبني وأعطاني أن أحبه. لما تحس كده زي ما بيحصل معنا كتير كلنا، إن واحد كده فيه برود مش حاسس، أو فيه فتور عايز أحبك، قل له أنت حبيتني، وانت ربي الحب اللي فيا ده عطية منك، وانا مش هسيبك زي ما قال يعقوب ان لم تباركني. البركة اللي عايزها منك انك تلهب قلبي بالحب. العطية التانية انه ايه؟ انه قولي ملكوتي يبقى ملكوتك. ملكوتي يبقى ايه؟ ملكوت. توبوا لانه قد اقترب منكم ايه؟ ملكوت الله. فين الملكوت الله؟ فين؟
في داخلكم. فذهبي الفم دايما يتكلم عن ايه؟ عن ازاي الانسان يبقى عايش في ملكوت الله، يعتبره ده ملكوته بتاعه. زي لما واحد يجي كده اب ياخد ابنه وقال له شوف انا عجزت وكبرت حبيبي، انا عايز اعرفك الفلاحين اللي بيشتغلوا في الارض والجنينه دي بايه، ومشروعاتي بفكر في ايه، والورق بتاع التسجيل بتاع الارض موجود في الخزنه المكان الفلاني، حساباتي في البنوك موجوده هنا، لانك انت ابني وانت الوارث بتاعي. ربنا ياخدك كده يقول لك ايه، تعال اعرفك ده الملاك مخييل، وده الملاك غبريال، وده الشاروبيم، ودول السيرافيم، ودي دي الاسرار الالهيه، واعرفك على كل اسراري، لان ملكوتي ده يبقى ايه، ده يبقى ملكوتك، وحاجتي تبقى حاجتك. العطيه الثانيه ايضا، ان كان اعطاه يعطينا الحب ويعطينا الملكوت، يعطينا ايضا كل احتياجاتنا. يقول ايه ذهبي الفم، ان كانت هذه الامور الزمنيه تطلبها امم العالم، اما انتم فابوكم يعلم ما تحتاجون اليه. يعني مش هيخليك محتاج لاي حاجه، لجسدك، نفسك، عقلك، فكرك، عواطفك، كل احتياجاتك الذهبيه. فالواحد يجي كده مرمي على ربنا يقول له مين يعرف احتياجاتي غيرك، ان ابي وامي تركاني انت لا تتركني. ان كان الله يهتم بهذه الامور التي خلقت اهتماما عظيما، الحاجه اللي خلقها من اجلك مشغول بيها، كل الامور بتدور بايدين ربنا الحلو، كم بالاكثر يهتم بنا احنا اولاده. إن كان يهتم هكذا بالعبيد، الشمس دي عبدة ليا، والقمر خلقها من أجلي، والأرض جابها عشاني عشان أعيش فيها، إن كان يهتم بالعبيد كم بالأكثر يهتم بالسيد. ربنا أقامك سيد في هذه الأرض. الله هو الذي ينمي أجسادكم كل يوم وأنتم لا تدركون. وتفتكر ربنا مشغول بس بنفسك، مشغول بنفسك وبفكرك وبجسدك وعواطفك، كل احتياجاتك. إذن إلهنا يهب كل الخيرات، يدينا الحب، يدينا ملكوته، يدينا كل احتياجاتنا. طب عايز ايه تاني؟ انا ربي ضعيف ومليان غلطات، يقولك دي علي انا، دي شغلتي. كل يوم كده تقف تقول له اغفر لنا ذنوبنا، بس بشرط كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، فيقولك وانا غفرت لك. لا يكفي أن تظهر الرحمة، أو لا يكفي أن نظهر الرحمة، وإنما يليق بنا أن نقدمها باتساع. انسى غلطات الناس، بنفس وبروح سمحة، وليس فقط بروح سمحة ولكن أيضا بفرح وبسرور. نفسي نبقى فرحانين، واحد غلط فيا قوي فوت، مش هفوت عشان أنا كبير، لا، فوت لان انا فرحان الهي بيفوت لي كتير، وابقى فرحان ان انا بفوت له. ذهبي الفم يقول له ايه، يقول له انت تحصي خطواتي، ليست خطيه واحده من خطاياي تهرب منك. تعرف كل البلاوي بتاعتي، لكن لذيذ، انا بسامح اخواتي وانت ايضا ايه بتسامحني. من هباته الجميله الرائعه ان يحب تبقى ايقونه لي. ايقونه مين؟ القدوس. الله قدوس. تقول لي طب بس انا في خطيه، اقول لك ما تخافش، دي شغلته انه يقدس. دفع الثمن، ابنه الوحيد قدم حياته مبذوله من اجلك، ولا زال يعمل، روحه القدوس ساكن فيك يجدد باستمرار حياتك ويديك ايه، يديك انك تبقى أيقونة ليه، تبقى مقدس لربنا. شوف ذهبي الفم يقول ايه، هو نفسه جعلنا قديسين، لكننا نحن مدعوون ان نبقى قديسين. القديس هو من يحيا في الايمان بلا لوم ويسلك حياة بلا لوم.
أنا ربنا أداني نفسه قال لي خد من عندي اغرف وخد. فدي عطية إلهية بتقدم لينا باستمرار. ذهبي الفم عارف ضعفه وعارف ضعف ده كلنا، يقول إيه؟ لا نصنع شيئا صالحا بأنفسنا. تقوليش أنا عدل وكويس، أنا يا رب تعبان، وإنما بمشيئة الله ننال هذا الخلاص. نحن مدعوين قديسين، نحن مدعوون قديسين، ليس لأننا نستحق ذلك، وإنما لأن في ذلك مسرته. هو عايز ولاده يبقوا قديسين. آخر حاجة في العطايا بتاعته، تلاقي بولس الرسول كتير يقول إيه؟ يقول نعمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. تلاقيه في أغلب الرسائل، نعمة لكم وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. تقول لي أنا مش شاعر بسلام، أقول لك وأنا كمان، شيل عني النعمة ما عنديش سلام. عشان كده أحط أنهي الأول، السلام ولا النعمة؟ نعمة. تدخل نعمة ربنا العطية المجانية، تقول لي مالك خايف من إيه؟ متضايق من إيه؟ أنا هرفعك أطلعك فوق في السماء، أنا هحل لك كل مشاكلك، أنا هشبع كل احتياجاتك، أنا حاملة كل كيانك. ده عمل النعمة المجانية. تاخد النعمة تمتلئ من سلام الله الذي يفوق كل عقل. أحبائي، إن كنا نحب ربنا يسوع المسيح لأنه أتى وخلصنا، نحن أيضا نحب إلهنا الله الآب الذي أرسل ابنه الوحيد الجنس لكي يموت من أجلنا. احنا ما بنعملش فصل في حبنا نحو الآب والابن والروح القدس، لأنهم جوهر واحد، لاهوت واحد، وهم ثلاثة أقانيم، وكل أقنوم بيسكب من غنى نعمته وحبه فينا. ربنا يفرح قلبكم. أتمنى لكل واحد فينا قبل ما يطلع كده يشعر إنه الابن المدلل اللي في حضن ربنا، اللي ربنا بيسكب عليه بفيض ولا يحتاج إلى شيء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.